هذا يقول: أنا أعمل بالأزهر في مصر مدرسا، وفي كل شهر رمضان منذ 5 سنوات أذهب إلى قرية من القرى أقرأ فيها القرآن عند شخص معين، وفي نهاية الشهر يعطيني مبلغ من المال مقابل قراءة القرآن، ثم أهبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى والد صاحب الدار، فهل هذا العمل جائز؟ هذا غير جائز، الاستئجار لقراءة القرآن من أجل الثواب هذا غير جائز، والذي يقرأ من أجل الأجرة ليس له أجر عند الله عز وجل، لأنه يريد طلب الدنيا، يريد الدنيا بعمل الآخرة، لأن قراءة القرآن عبادة، فإذا فعلتها من أجل المال فقد طلبت الدنيا بعمل الآخرة. الله جل وعلا يقول: من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها، ومنها تلاوة القرآن، تلاوة القرآن عبادة، فلا يجوز أنك تقرأ عند أحد بالأجرة من أجل أن يهدي الثواب، ما فيه ثواب هذا، هذه قراءة ما هي بعبادة، هذه قراءة أجرة. فاقرأ القرآن لوجه الله عز وجل ولا تأخذ في مقابله شيئا من أمور الدنيا.